معماري مصري وكاتب المصريات، دسام الشماعة وحكايات متجددة كل أسبوع ما نعرفهاش عن مصر الجميلة. بسام مساء الخير، والنهاردة عندنا إيه؟ أنا يا وفاء إزيك، وأنا مبسوط إن إحنا رجعنا تاني نعمل هذه الفقرة الجميلة. إحنا بنعملها كل أسبوع زي ما أنت عارفة، واللي فيها بنحاول إن إحنا نقول عن قصص وتواريخ وآثار مصرنا العزيزة، تاريخ مصر نعلم العالم. النهاردة عايز، بما ان احنا في شهر أغسطس، وبما ان احنا بنتملي بنحتفل بكلمة كده، هو التملي بنرددها، وهي كلمة وفاء النيل. الحقيقة ان الكلمة ديت مرتبطة ارتباط كبير بحاجتين عندنا في موروثنا. اول حاجة مرتبطة بفكرة الفيضان ونهر النيل والمياه والخصوبة، وازاي بنعامل نهر النيل، وازاي بنعامل هذا النهر، يعني اللي انا بعتبره نهر غلبان معانا، يعني للطريقة اللي احنا بنتعامل يعني بيها معاه. والحاجة التانية هو الفيلم بتاع هاميس اللي الناس كلها بتحبه، ولكن للأسف الشديد بذر جوه موروثنا هذه الفكرة الخاطئة عن موضوع ان احنا بنلقي بعروس في نهر النيل. القصة دي الحقيقة لما جيت افكر فيها وجيت اشوف كده، واتحط قدامي من بعض علمائنا العظام بعض الاوراق وبعض الوثائق، اكتشفت اكتشاف عجيب. يعني اولا لا يوجد اي دليل، لا منظر على جدارية ولا على معبد ولا على مقبرة، ولا يوجد اي برضية او اي نص مصري قديم على مدار مئات ومئات ومئات السنين من التاريخ اللي بتقول لنا اي اشارة حتى عن هذا الموضوع. يعني لا يوجد دليل على قرابين بشرية في اغلب فترات تاريخنا المصري القديم. عند منظر في المعبد لاحتفالية وفاء النيل بإلقاء سيدة، النيل كان يحتفى به طبعا، النيل كان بيكتب فيه الشعر ويكتب فيه القصص، ويتم الاحترام له عن طريق النصوص الدينية. ايوة ده حدث في مصر القديمة، واطلقوا على ديناميكية حركة المياه لقب حعبي، وحعبي ده بنلاقيه تملي منحوت كرب اسطوري في مصر القديمة. فماذا بقى عن حكاية هذه الفتاة البكر التي تأخذ عنوة من يد والديها وبتلقى في نهر النيل وهي مرتدية المجوهرات والملابس؟ يعني كلام واحتفالية فقط في الأساطير. فاصل ونرجع لكم مع بسام الشماعة وحكاياتنا اللي من حكاياتنا اللي ايه أصل وجذور هذه القصة الواهية الأسطورية. الحقيقة يعني شيء يخلي الواحد بصراحة يفكر، كان ما فيش اي دليل، لا سترابون الجغرافي والمؤرخ الشهير كتب عن هذه القصة رغم ان هو قال عن مصر حاجات كتيرة، ولا هيرودوت كتب عنها، ولا بلوتارخوس، ولا حتى بليني. كل هؤلاء المؤرخين اللي كتبوا سواء من اليونان او من الرومان، وخصوصا ان كان في اوقات معينة في مشاكل سياسية بين روما وبين مصر، فكانت فرصة الرومان مثلا هم يطلعونا بشكل مش كويس، ان احنا ناس بقى همج وبنرمي السيدات في نهر النيل وكده. طب ازاي يعني المصر القديم هيرمي سيدة في نهر النيل وهو بيحترم المرأة وكتب عن المرأة، وكان عندنا من 4500 سنة طبيبة اسمها بيساشت، يبقى فين الاحترام؟ وفين ان انت بتأخذ فتاة بكر من يد اهلها عنوة وترميها في النيل علشان النيل يفيض؟ طبعا كلام متناقض. ولكن في حقيقة الامر ان في قراءاتي المتواضعة انا لا لقيت المؤرخين الرومان ولا المؤرخين المصريين القدماء ولا حتى الحداثة بيكتبوا في الموضوع دوت او بيأكدوا او بيورونا دليل في مقبرة او معبد على هذا. اما مين اللي نقل القصة دي بقى؟ اللي نقل القصة ديت واحد اسمه
عبد الرحمن بن عبد الحكم. الرجل ده المفروض ان هو مؤرخ محترم، ولكن للأسف الشديد وقع في خطأ كبير، وهو ان هو نقل عنعنة مش مظبوطة. يعني ايه عنعنة؟ في التاريخ في حاجة اسمها العنعنة، اللي هو ايه؟ اللي هو عن 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 فلان عن فلان عن فلان، قال القصة الفلانية فلان فسمحها عن فلان وهكذا، دي اسمها عنعنة. فهذه العنعنة في قصة عروس النيل وصلت الى اتنين في الاخر خالص. الاتنين دول واحد فيهم اسمه ابن لهيعة، معلش هنقول اسمه تاني، ابن لهيعة. وابن لهيعة دوت سمحها عن قيس ابن الحجاج، قيس ابن الحجاج. وبعدين يقول لك عن من حدثهم. طيب ابن لهيعة وقيس ابن الحجاج لما تيجي تقرأ عنهم المؤرخين اللي جنبيهم يقول لك ايه؟ لا يؤخذ منهما، لا يؤخذ منهما، يعني ما نقدرش ناخدهم كمصدر صحيح له جذور أصيلة أصلية، وواضح ان هم مشكك في آرائهم ومشكك في قصصهم. ثانيا لو لاحظت بيقول لك ايه؟ عن من حدثوا. عن من حدثوا دي يعني زي ما احنا بنقول يومين دول ايه؟ بيقول لك، بيقولوا لك، بيقولوا. فعن من حدثوا دي في التاريخ اسمها انقطاع، انقطاع يعني ما القصة منقطعة وملهاش اي اصل. وبالتالي يا جماعة يعني رسالة الى كل اعلامينا، الى كل كتاب السيناريو والحوار والافلام والمدارس وكل ده، ارجوكم قولوا للناس ان قصة القاء بفتاة في نهر النيل دي قصة واهية، قصة اسطورية، قصة غير حقيقية، وليس لها اي اصل ولا جذر انا عرفت اوصل له الحقيقة علشان يثبت وجودها، ولا حتى دليل مادي واحد على هذا الموضوع. وهي الفكرة ان القصص دي كانت بتضاف كده هوت من وحي خيال الناس، واحنا نهوت يا وفاء زي ما انت عارفة بنحاول تملي نعيد كتابة التاريخ المصري، ونحاول ان احنا نحط التاريخ كما ينبغي وننظفه من الشوائب ومن الأخطاء. بس إن أنا هقول لك حاجة برضو، يعني مش لازم دايما الفيلم بيبقى تأريخ لواقع 100%، ساعات بيبقى بيتحط عليه بهارات اللي هي تخلي منه في شيء رومانسي وشيء لطيف وشيء كوميدي. فلو اتعملت بالضبط زي ما هي يعني يعني هو المشكلة إنه بس المخرج يقول ده تاريخ، طول ما قال مش تاريخ بالظبط وعامله كوميدي لا يؤاخذ متهيألي ولا ايه. بس دي قضية مهمة قوي فعلا يا وفاء، هي قضية كتابة التاريخ في الدراما والسينما. يعني السينمائيين ان هم يغيروا من حقائق التاريخ علشان يضيفوا الفلفل والملح والرومانسية والدراما، في رأيي انا المتواضع لا. كلام دوت انا اتناقشت فيه مع خالد يوسف قبل كده برضو على الهوى، وقلت لهم ما ينفعش الدراما تغير من تاريخنا، وخصوصا ان انت لما بتيجي تغير حتى مش بتغير للاحسن. يعني انت عندما تغير في فيلم هميس مثلا ده او الناصر صلاح الدين، فانت غيرت للاسوأ وطلعتنا قتلة، وطلعتنا بنرمي واحدة في النيل، وطلعت اخبار تاريخية خاطئة كثيرة جدا ليها دعوة بعيسى صلاح الدين الايوبي والكلام ده كله. فانا اعتقد يا وفاء لا، مش من حق السينمائيين ان هم التاريخ، على فكرة التاريخ المصري بي من الدراما الحقيقية ما يكفي ان هو يتعمل بيه افلام تحفة ومسلسلات تحفة، ولكن بلا زيادة خالص، لانه به الانجريدينز او المقادير بتاعة المسلسل او الفيلم الناجح جدا. وده رأيي بسام الشماع، انه مفيش اي حد زي ما بيقولوا بلغة العصر التي يفتكس اي شيء في التاريخ المصري يخليه زي ما هو، لا يعمله كوميدي ولا يعمله تراجيدي ولا يألف فيه حاجة من عنده ولا يخلي خياله يسرح فيه. بسام شكرا، ونشوفك الاربع اللي جاي. الله.